طيب دي اسئله نجم منتخب مصر واسئله الرابطه. اسال بقى اسطوره النادي الاهلي الكابتن عماد متعب عن مواجهه بالميراس بكره ان شاء الله، توقعاتك ليها باذن الله. مباراة صعبة طبعا زي ما احنا كلنا عارفين، فريق قوي جدا فريق بالميراس. النادي الاهلي يمكن بيأكد المقولة الشهيرة ان الاهلي بمن حضر، لعب المباراة الاولى وشفنا الاداء وشفنا الامكانيات وشفنا الروح وشفنا ازاي النادي الاهلي كان بيدور على المكسب رغم كل الصعوبات اللي موجودة ورغم كل الظروف اللي موجودة، والنادي الاهلي بيلعب المكسب. صح، ما فكرش بقى ان احنا نتعادل، ما فكرش ان احنا نوصل لضربات الجزاء، لا هو كان طريقه وتفكيره هو المكسب داخل 90 دقيقه، والحمد لله قدر يحقق المكسب. موسيماني بحييه بشكل كبير جدا، لانه بيثبت كل شويه ان هو رجل المباريات الكبيره، وبيتعامل مع النقاط الكبيره بشكل كبير جدا، والراجل عمل انجازات كبيره جدا مع النادي الاهلي في فتره قليله. فاتمنى ان يعني في نغمه كمان شويه، في ناس بتتلكك لموسيماني، اتمنى ان دي ما تكونش موجوده، لان الراجل عنده عمل كتير، يعني 2 دوري ابطال افريقيا وسوبر وثالث كاس عالم للانديه، ويعني انجازات كبيره جدا في وقت قليل جدا. مباراه بكره صعبه، انضم اللعيبه الدوليه. هيعملوا اضافه طبعا، هيبقوا اضافه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي كان المباراه الاولى شويه الدكه مش بنفس قوه اللعيبه اللي في الملعب. صح صح، فانت على الاقل هتستفيد من ايمن اشرف، ممكن تستفيد من محمد شريف اللي هم ما كانوش بيشاركوا، محمد عبد المنعم طبعا بالظبط تستفيد منه، السوليه وحمدي فتحي طبعا مجهدين جدا لكن ممكن تستفيد بيهم. يعني الفكره كلها سواء هيبدا بلعيبه او هيستدعيهم في الشوط الثاني، فهم اضافه كبيره جدا جدا نفسيا ومعنويا للنادي الاهلي.